ناس كاين الاقبال الحمد لله الله يجعل البركه كلشي الحمد لله التوابل كتحرك في هذا العيد الكبير كاين القلقوم مسكين جبير البزار القرفه الكمون الزبيب البرقوق اي حاجه حتى في القطنيه كتباع حتى هي كلشي الحمد لله حتى شي حاجه قليله ماشي شي حاجه نيس الناس واني واخا تزاد كيتقداو حتى شي واحد ما كيبقى بلاش الحمد لله الناس كلشي داخل يوم العيد بالصحه والسلامه ولهنا واش غادي نقول هذا الشيء طلع من عند الله هذا الشيء هذا الشيء ما كطيحش وهذا الشيء اللي ماشي من عندهم من عند الله هذا الشيء وكلشي اللي اكثريه في هذا العيد كيتقداو هاش كيجبر هالقلقوم والتحميره اللي بزاف القرفه المروزيه البرقوق الزبيب الناس كلشي كيتقدوا في هذا العيد تخلي على العيد الكبير بالصحه والعافيه هاد الساعه كاين بعد لقطات لان باقي الناس ما الاكثريه ديال الزبناء ديال باقي ما جاوش سميتو اقتنعوا عندي العطريه الثمنه كاين اللي الثمنه المناسبه وكاين اللي الثمنه اللي مرتفعه انت بحال الكمون البلدي البرقوق هادو هاد العام مرتفعين في الثمن ديالهم سير اللي تيقتنيو الناس في العيد عندك كاين التحميره الخرقوم البلدي السكنجبير البلدي القزبور مطحون عندك الزبيب البرقوق شي يقول لي بالنسبه لسميتو المروزيه المروزيه راس الحانوت هادو هما اللوازم اللي تيكونوا زعما ضروريين في القرفه البلديه هادو هما اللوازم اللي تيكونوا ضروريين في العيد اي سميتو شي يقولوا لي الاثمنه كاين بعد التوابل اللي تزات بالنسبه للعام الاخر بحال الكمون البلدي التحميره شي يقولوا لي البرقوق هادو هما اللي تزاد تو المشماش حتى هو زاد هو الكمون البلدي الكمون البلدي هو الغالي اغلى سي هو 4400 داير الكمون البلدي هذا العام جا غالي لان الصبه ديالو جات قليله قلت لك شي نقول السعر ارتفع ما سميتو حنا براسنا اخي ما فهمنا ولا ما فهم ما عارفش الاسباب زعما قلت لك زعما حتى شي تقدس العذبه بالثمن تمشي تلقى الثمن واحد اخر عواش مبروكه شكون ان شاء الله تخرج نفس الصحه والعافيه وطول العمر المهم الاثمنه الحمد لله بانت ليا هذا العام بحال العام الاخر بحال العام ما كانت حتى مشكل المهم جيت نتقدى العيد ان شاء الله دخل لنا الصحه والعافيه ان شاء الله المهم خديت التوابل كامله هذا العيد وخديت البزال الكامل المهم التوابل كامله خديت هذا العيد المهم الاثمنه جاتني مناسبه بحال العام الاخر بحال هذا العام المهم الحاجه اللي مهمه تناخذ هي البزار قزبر حبوب المهم التوابل تاع العيد شنو تناخذ الثومه هذا ضروري في العيد تيكونوا